نحن نتأسف أنه يكون بعد في أشخاص عندهم هالذهنية الميليشياوية اللا ديمقراطية يلي ما بيتقبلوا الرأي الآخر ويلي عطول عندهم وقاحة فجور، لغتهم الوحيدة هي لغة الشتائم. صرنا نحن ولاد مؤسسة الجيش والأطباء ونحترم كل العالم، عملونا نحن زعران وبدنا نحط راسنا بالأرض ونطلب وطلعوا لبرا. انه مين انتوا لتقولوا لنا نحن نطلع لبرا؟ ليش نحن؟ شو جنسنا؟ شو عملنا معكم؟ شو بتعرفوا عنا؟ فهمنا بعدين انه استفزهم لانه لابسين اورانج. صار لكم 3 سنين قاعدين اهانات بعرضنا واهانات بكرامتنا، كفى ستوب. من اليوم بتطالع بتتعاملوا معنا باخلاق، نحن اكثر عالم خلوقين. بتتعاملوا معنا بالرزيله، بدكم تاخذوا حقكم وبدكم تاخذوا نصيبكم. يلي هيدا سكتنا 3 سنين ما بيمشي بقى معكم. نحن اشرف عالم ويلي بده يتطاول علينا بده يلاقي نصيبه. ما تفكروا اذا انتم تعديتوا علينا انه نحن ضعاف، لا، انتو تعديتوا علينا بوقاحة وبفجور ونحنا ما منواجهكم إلا بأخلاقنا. سلاحكم هو الحقد وخطاب الكراهية، نحنا عنا الحوار، سلاحنا الانفتاح، الحوار والوطنية. اوعى تكونوا مثل هالزعران، خدوا الموقف اللي قادرين تاخدوه، اوعى حدا يجترب يستفزكم. وتحية كبيرة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون اللي قالنا مرة ما تخافوا، ما في شي بخوف، في ناس بتخاف. لقونا على انتخابات حرة، تعوا انتو ومالكم السياسة واعلامكم المدفوع والدول يلي دعمتكم، تعوا واجهونا. نحن العزل اللي